شكرا زميل فيصل حمادي، وان شاء الله لنا رجعه لك في ضمن منتدى الاعلام العربي. والان ننتقل الى جلسه بعنوان كيف سيكون شكل الاخبار العربيه في 2052. نعم، ويدير هذه الجلسه مديره مركز الاخبار في دبي للاعلام السيده ريم المري. انا باعتقادي انه الى حد ما يعني المؤسسات الإعلامية والإخبارية في العالم العربي عمالة تواكب التطور اللي عمال يصير، بس أنا باعتقادي أنه في إحنا عمالة نمر في مرحلة تحول، عمالة نمر في مرحلة مختلفة شوي عن المراحل اللي مرت في السابق. في كتاب رائع صراحة، كان CEO لدل فترة طويلة، عمل كتاب سماه Only the Paranoid Survive. Only the Paranoid Survive، وبتحدث عن المراحل اللي في أي إندستري أو أي مجال فيها نقطة تحول أو انعكاس. يعني أنت يا إما بتتماشى مع التغير اللي عمال يصير وبتتطور تطلع للأعلى، أو بتنسى الموضوع أو ما بتعرف تتعامل مع الفترة اللي عمالك تمر فيها ويصير في انعكاس للبزنس. وهذا الانعكاس صراحة عمال يصير على ثلاث أصعدة، يعني في صعيد المحتوى والوسيلة، وفي على صعيد البزنس موديل اللي عمالنا نعمله احنا في المؤسسات الاخباريه. يعني مثلا شركه نوكيا او بلاك بيري ما فهموا هاي النقطه الانعكاس او الانفليكشن بيريد اللي هو عماله انفليكشن بوينت اللي عماله تصير في التطور، وصار في يعني تدهور في البزنس تبعهم. في شغلات في التاريخ بتكلم عنها كمان بسيطة احنا بناخدها يعني we take it for granted، بس مثلا حتى نرجع للأفلام الصامتة اللي كانت، معظم الممثلين المشهورين زي تشارلي تشابلن رفض يعمل أفلام فيها صوت لحد ما عمل فيلمين فشلوا، وحصار في هذه نقطة التحول أو الانعكاس اللي صارت في هذا الاندستري. نفس الشيء في أبل، نفس الشيء في، فاحنا عمالنا نمر في هاي المرحلة صراحة باعتقادي. المحتوى الآن صار إنتاجه وطريقة التعامل مع المحتوى تختلف، وهذا تأثيره على الأخبار بشكل خاص، إنه إحنا اهتمامنا بالأخبار عماله يقل، اهتمامنا بالإنفوتينمنت في الإنترتينمنت اللي فيها معلومة سواء دوكيومنتريز أو السوشيال ميديا فيديوز، هذا اللي عماله يصير التغير، نقطة التحول. في موضوع الوسيلة أيضا الساتلايت، احنا في العالم العربي طول عمرنا بنعاني من انه قياس الساتلايت او نسب المشاهده، الان في الديجيتال عمالنا نشوف، فهذه نقطه تحول كمان. مين عماله يطلع على الساتلايت فعليا؟ اي مقابله مهمه عماله تنتظر لتشوف، تطلع على يوتيوب وتشوفها على يوتيوب. والنقطه الثالثه اللي هي اللي ذكرتها اللي هو البزنس موديل، كان فورد او اي شركه او اي مؤسسه حتى توصل عن طريق المعلن بحاجه لوسيله اعلاميه، الان مش بحاجه لوسيله اعلاميه، عن طريق التحول الديجيتال اللي صار هذا توصل للمستهلك مباشره. فلذلك هذا المرحله اللي عمالنا نمر فيها انا باعتقادي، لذلك مشروع زي بلينكس مهم، لانه هو يعني او حتى في منصه المشهد مثلا في تحول في انتاج المحتوى حتى يكون مواكب اكثر للتطور اللي عماله يصير، واحنا عمال نمر في هاي الانفليكشن بوينت اللي عمالها نمر فيها في هاي المرحله. فلذلك في تحول، في تغير. هل احنا في المؤسسات الاعلاميه مواكبين هذا التغير؟ بنشوف مشروع زي صراحه مشروع مهم، وهو راح يكون دليل، احنا عمالنا نختبر صحيح. نختبر نفسنا في مشاريع مثل هذه. اعتقد الزملاء معهم حق، انا بتفق مع نبيل بموضوع انه التكنولوجيا هي وسيله مش عامل هو لازم يقود وسائل الاعلام، وبتفق مع نارت كمان انه نحن في مرحله اختبار، وان شاء الله تكون مرحله اختبار ناجح. اعتقد هون في شغلتين اساسيتين، واحده بتتعلق بالتكنولوجيا والثانيه بتتعلق بالاخبار كاخبار. بالنسبه للتكنولوجيا مثل ما تفضل نبيل وقال من قبل انه هيدي نطمح انه تكون عامل انيبلر وليس قائد يوجه المسيره الاعلاميه لغرف الاخبار بالعالم العربي او بالعالم كله. نحن في بلينكس تعاملنا مع الموضوع بطريقه اعتقد انه جديده، اعتمدنا شيء اسمه ستوري سنتريك سيستم، فصار يعني عم نحاول ناخذ
أنظمة تكنولوجية مختلفة ما اشتغلت مع بعضها من قبل ونختبرها وحتى نقدم شيء جديد. ناهي الثاني وهي الأهم هي الأخبار كأخبار. إذ السؤال هل الأخبار بعدها مطلوبة مثل ما كانت مطلوبة بالأول أو لا؟ وهذا سؤال صراحة كتير كتير كبير. عملنا دراسة في 4 دول عربية قبل سنة تقريبا، في السعودية والإمارات ومصر والعراق، والدراسة هذه شملت شباب وصبايا عرب تحت 30 سنة، وتبين أنه هني ما بيحضروا أخبار أبدا، ولكن تبين كمان أنه بيعرفوا كل المعلومات. سو هني بيستهلكوا معلومات وبيستهلكوا قصص، ولكن ما بيحضروا أخبار، بيعتبروا أنه الأخبار شيء كتير رسمي and old fashion. بالنسبة لنا يعني يعني لاحظنا وديس از ذا ترند هلا انه في ستوري تيلينج، الناس هلا بتلحق ستوري ما بتلحق الخبر. وبالنسبة لنا هلا انه الناس ما بقى بدها ريبورتر، لانه ريبورتر ممكن يشتغل يقدم تقرير لشركة او لوزارة او لمصرف، بينما هني they want to consume stories. التكنولوجيا العالمية عم بتساعد في تنوع أنماط استهلاك الستوريز هيدي. يعني في عنا في ناس بياخدوها على وسائل على يوتيوب أو على إنستغرام أو على تيك توك، وكل منصة صارت تتحكم بطريقة إيصال هالستوري للجمهور. ولكن بيبقى التحدي الكبير هو التحدي المالي، إنه إذا أنا عم بصرف كتير فلوس على هالإنتاج وعم أقدم هالإنتاج فور فري الى المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، هي عم تعمل فلوس وانا شو عم بعمل؟ عم بخسر فقط. صحيح. This is a big challenge.